رجعنا لكم مشاهدينا وفقرة جدا مميزة. حققت مصممة الحقائب السعودية دانيا شكنار نجاحات متلاحقة في عالم تصميم الحقائب التي أبدعت في تصميمها بأساليب وطرق مبتكرة وصديقة أيضا للبيئة. في هذا اللقاء سنتعرف على أهم أسرار تصميم هذه الحقائب بطريقة صديقة للبيئة وفي نفس الوقت معاصرة ومواكبة للموضة. دانيا شكنار مصممة الحقائب، مساك الله بالخير دانيا. أهلين، يا شكراً أهلين على استضافتي أولاً. الشكر لك والله لوجودك أنت أكيد معنا. وفي هذا يعني أنا قاعدة أقرأ المقدمة صراحة وأتكلم معاك دانيا، وشيء عجيب أنه تكون حقائب يعني مواكبة ومعاصرة وأنيقة وفي نفس الوقت تكون صديقة للبيئة. كيف التركيبة هذه صارت معك؟ شكراً، تسلمي. شكرا. والله في الحقيقة أنا في البداية كنت بخطط أني أطلق علامة للأزياء الجاهزة، كوني تخصصت في مجال تصميم الأقمشة والمنسوجات في كلية لندن للأزياء. بس بعد ما درست الموضوع وبعد بحثي وجدت أنه سوق الأزياء متشبع جدا بالمصممين، ولاحظت ندرة وجود براندات سعودية مختصة فقط بصناعة الشنط، فأنا حبيت أنه أملي هذا الفراغ في السوق وأكون من أوائل المصممين السعوديين في صناعة الإكسسوارات الفاخرة. فبعد ما درست الماجستير في ريادة الموضة والابتكار برضو في كلية لندن للأزياء، قررت أنا أنه أخذ دورات مكثفة في تصميم الحقائب. وهنا حقيقي اكتشفت شغفي الجديد في مجال الجلد والحرف اليدوية. العالم يتجه اليوم إلى محاربة الفاست فاشن، وهذا شيء جدا جميل انك انت اخترتي انك تمشي على نفس هذا المبدا، اننا نحارب الموضه السريعه لما فيها من انتهاكات للانسان وللبيئه وللحيوان والاشياء مره كثير والعماله والاستغلال وهكذا. لماذا اخترتي انك تكون صحيح الجوده عندك وتصميمها هي صديقه للبيئه؟ اوكي، طبعا الان موضوع الاستدامه اصبح من أهم محاور حياتنا وبالذات في عالم الموضة. أصبح المستهلك عنده وعي أعلى في موضوع الاستدامة، وصار حابب أنه هو يدعم البراندات اللي تخضع على خط الاستدامة للمحافظة على البيئة. فالموضوع يعني ما أصبح خيارا، أصبح يعني أتوقع أنه يعني أحس أنه لازم كل البراندات تتبع هذا الخط في إنتاجها. طيب داني، خليني أرجع لك خطوة كذا لموضوع الحقائب اللي هي الصديقة للبيئة. يعني إيش حقيبة صديقة للبيئة؟ إيش المواد اللي مصنعة منها؟ كيف تصنع؟ احكي لي كذا على طريقة الإنتاج الخاصة فيها. أوكي، إحنا بنحاول نمشي على خط الاستدامة في جميع مراحل السبلاي تشين حقنا. يعني مثلاً أولاً زي ما أنتوا شايفين هنا مقابض اليد أو مسكة اليد حقت الهوازن باغ مصنوعة من مادة السليولوز اللي هي مادة مستخرجة من النبات قابلة للتحلل وإعادة تدويرها. وكل الجلود اللي بنستخدمها هي منتجات ثانوية لإنتاج اللحوم. إيش يعني؟ يعني هي جلود مصدرها من مواشي تم تربيتها لإنتاج اللحوم وليس للجلود. أيوة، وإحنا ما بنستخدم any exotic skins. يعني كل الجلود اللي بتشوفوها يعني مثلاً كلها جلود تم الطباعة عليها بنكشة الليزرد أو بنكشة التمساح أو بنكشة الثعبان. يعني كلها جلود من تم يعني مصدرها من مواشي، وإحنا بس بنتعامل مع المدابغ الإيطالية اللي تخضع لبروتوكول التدقيق البيئي ونطلب منهم شهادات تثبت على هذا الشيء. كلها يعني مصدرها موثوق. وكمان علب التغليف حقتنا معمولة من ورق معاد تدويره، وكل أوراق التغليف حقتنا خالية من الأحماض، وأكياس الشنط معمولة من القطن الطبيعي القابل للتحلل اللي هي الدست باكس حقتنا،
وبعدين نقطة تانية هي يعني عشان أحاول أمارس الحد من النفايات بعد إنتاجنا للحقائب، الجلود المتبقية يعني القطع الصغيرة اللي باقية ما نرميها، نحاول نستخدمها، نرجع نستخدمها بطريقة مفيدة من خلال إنتاج ميني كارد هولدرز، بطريقة إنه إحنا نحاول نحد من النفايات أكثر، يعني بأكثر طريقة ممكنة. الله، يعني مبدأ جميل جدا وإنساني وصديق للبيئة، ولكن هذه الأشياء اللي ذكرتيها كلها يا رانيا مكلفة جدا. يعني أنا اليوم عشان أنا لا أتجه إني أشتري والله من الفاست فاشن اللي بيديني شنطة رخيصة وتحتها في انتهاكات كثير، عشان أشتري الشنطة حقتك حتكلفني. طب أنا كيف تقنعيني إني أنا أتجه لك وهذا البراند حيكون مكلف وعلي أنا مكلف، ولكن تقنعيني إنه أترك هذا الجانك فاشن وأتجه إلى هذا النوع من الفاشن من الموضة؟ أيوة، أولا والله وإحنا من أهم مميزات الحقائب حقتنا إنه إحنا نوفر الجودة العالية ونوفر شنط صديقة للبيئة بس بأسعار معقولة. هذا هو اتجاهنا، يعني يعني أهم شيء عندنا إنه تكون الجلود كمان إيطالية فاخرة، وزي ما قلت ما هي إكزوتيك سكين، ما هي يعني كلها جلود تيجي من مواشي بس عليها طباعة الإكزوتيك، يعني تعطيكي وهم الإكزوتيك سكين بس مو بأسعار الإكزوتيك سكين اللي بتشوفوها في الأسواق. مظبوط. دانيا خليني كذا يعني سامحيني زي ما يقول هحشرك في سؤال. انت قلتي أسعار معقولة، وكلمة أسعار معقولة هذه مطاطة كثير مطاطة. يعني لو هسألك على الحقيبة اللي موجودة الآن على يمينك اللي أعتقد إن هي مطبوعة عليها جلد التمساح، أتوقع لونها أزرق، هذه كم ممكن تكون قيمتها؟ والله أنا ماني حافظة، يعني حافظة باليورو. قوليها باليورو أعطيك إياها الأمس. باليورو هذه أتوقع أوكي، بالريال أتوقع أنها 2000 ريال. معقولة. معقولة جدا. يعني معقولة. يعني احنا بنشوف البنات ما شاء الله يشتروا الماركات العالمية اللي فيها انتهاكات كثير وبأسعار خيالية، يعني انا بسمع 80 و100 الف و200 الف، بسمع هذه الارقام. انا طبعا انا ضد هذا الكلام، ولكن انا افضل اني اشتري براند سعودي مواكب للموضة، صديق للبيئة، والسعر انا اشوف انه جميل وفي متناول الجميع، وايضا التصاميم جدا جميلة صراحة. طيب دانيا، يعني فين نلاقي منتجاتك؟ هل هي أونلاين؟ هل عندك بوتيك الخاص بك؟ هل ممكن نشوف دانيا العلامة التجارية حقتك تصل إلى العالمية؟ عندنا طبعا متجر في الموقع الإلكتروني، وبعدين بنبيع كمان في متاجر إلكترونية ثانية زي ميزون أوريون، وبنبيع على فارفتش، وبنبيع في ساكس فيث أفينيو اللي في بحرين. برافو. وفين كمان؟ أيوة، وبنبيع برضو في متاجر إلكترونية محلية زي إس روت. ويعني إن شاء الله ناوية أنا إنه والحمد لله حابة أضيف هذه النقطة. طبعا جدا صعب كمصممة ناشئة إني أنا أوصل للتصميم، يعني فرص الحصول على البيع في أهم وأفضل بائعي التجزئة الدوليين مو شيء سهل بالنسبة لمصممة ناشئة، بس الحمد لله. وحابة إني أوجه شكر لوزارة الثقافة وهيئة الأزياء لأنهم أطلقوا برنامج 100 براند سعودي اللي يهدف على دعم المصممين السعوديين الناشئين وتسليط الضوء عليهم عالميا. ومن يعني مثلا من إحدى فعالياتهم هي أنهم أتاحوا الفرصة لنا للاشتراك في المعرض العالمي وايت ميلانو خلال أسبوع الموضة في ميلانو الشهر اللي فات، بهدف التواصل والتعرف على المشترين العالميين لفرص البيع بالجملة اللي هي الهول سيل في أهم المتاجر الكبرى. يعني فالحمد لله، يعني تستاهلوا مصممين. أيوة. والبناتنا وشبابنا مبدعين للغاية، وأنا أيضا راح أدعمك وراح أقتني واحدة من هذه الشنط المميزة والجميلة والصديقة للبيئة والمستدامة. دانيا شكرا لوجودك معنا وكل التوفيق لك. مشاهدينا فاصل قصير ومكملين. بعد الفاصل، هل العاملة المنزلية مكلفة بالعناية بالأطفال؟ وما هو التصرف الصحيح عند هروبها؟